Are you? مش كنت عايز تتجوزي دكتور؟ ادينا اهو يا ستي، سبت الهندسه والمقاولات عشان اخليك دكتور. ومين قال لك انني عايزه اتجوز دكتور؟ انت اللي كنت قلتي لي، خبطتها لي في وشي كده اول ما اتقابلنا. كرهتيني في الهندسه يا شيخ. هو انت ما بتنساش حاجه ابدا؟ لا بنسى. النسيان نعمه. تخيل لو ما بننساش اي حاجه. هنفضل زعلانين من بعض من حاجات تافهه. هنفضل زعلانين على الناس اللي ماتت. مش هنقدر نعيش حياتنا كبني ادمين. بس برضه في حاجات ما بتتنسيش. زي ايه؟ زي اول حب. زي اول لمسه. زي اول مره حد يقول لك بحبك. بس برضك القاسيه وحشه. دي ما ينفعش ننسوها. اللي باعك ورماك وداس عليك بالجزمة ما ينفعش نسامحه. لازم تاخد حقك منه تالت ومتلت. اللي وجعك وجعه. أي أنت اللي بتقولي كده؟ وما نقولوش كده ليه؟ انت اصلك ما تعرفش اني شفت ايه في دنيتي. نعم انا عمر كان بيحكي لي، حكى لي انت مريتي بيه الفتره اللي فاتت. واني كمان هنحكوا لك. هاخد الدواء واخف وارجع احسن من منارة اللي كنت تعرفها. أني أصلي خلاص، بنت الإسكندرانية اللي لابساني دي كرهتها. هي مين صحيح منار البنت الإسكندرانية دي؟ يعني تعرفيها منين؟ وإيه اللي يخليكي كل شوية تروحي لها كده؟ هو مش عمر قال لك؟ بنت غلبانة من كسرى، الدنيا مرجحتها بزيادة. الله يرحمها. هي ماتت؟ رمت روحها قدام القطر. اصلها كانت متجوزه راجل قلعبان ديلو نجس، وابوه اشتغل عندها اب كان تاجر مخدرات ومات في السجن. بيتها ولدها ما استحملتش، ضعيفة كمان كانت بتتعالج. وما تسألنيش كانت بتتعالج من ايه، عشان هي ما قالتليش مش هنعرفوا نجاوبه.